يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر علما أنني في قرية ليس فيها غير هذا المسجد؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكونه ليس في المسجد في القرية إلا مسجد واحد هو الذي فيه القبر لا يجيز لك أن تصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، شوف مكان آخر صلي فيه أنت ومن معك من أهل التوحيد، إما بأن تقيموا مسجدا تبنونه أو تخصصون مصلى تصلون فيه، ولا تصلوا في المساجد التي فيها قبور، الله وسع الأرض. نعم صلوا خارج المسجد. نعم.